بعتذر ياسمين فريق العمل في هنا نبيل استراليا لزور الاسر الفقراء وتقديم لهم الاضاحي الخاص لهم. واليوم ننتقل الى احدى البيوت واحدى الاسر المتعففه من في قطاع غزه حتى يتم تقديم لها لحوم الاضاحي ويتم تجهيز هذه اللحوم خلال هذا اليوم ويتم مشاركتهم ان شاء الله في هذا اليوم وتجهيز عندهم اللي هو طعام الغداء ان شاء الله. والله كمبدئيا الحمد لله واحنا يعني بنتشكركم انكم ابسط مقومات الحياه وفرت لنا، يعني نحن في العيد اكلنا لحمه، احنا وصلنا لدرجه ان احنا مش لاقيين لحمه في العيد اساسا. والله والحمد لله على كل حال، والله الظروف زي ما انت شايف، يعني ما بديش احكي لانك انت شايف انا واطفال هذول كلنا ساكنين في غرفه اللي المأوى هذا الزين، قول لي لا فيش في عندنا مقومات الحياه مش موجوده فيه، اقسم بالله العظيم. وانبسطنا بجايه اللحمه هذه اللي اجت ان احنا ناكل زي خلقها. واخر حاجه الحمد لله على كل حال، ايش الواحد بيقول اكثر من هيك.